سبحان الله، تحولت الدودة لشرنق وهي على وشك انها تبقى فراشة. سبحان الله. الفيديو ده انا عامله عشان بس اقول سبحان الله. كانت دودة القز ماشية وبتاكل ورق شجرة التوت، وبعدين عملت شرنقة، فحبيت اشوف جوه الشرنقة ايه. لقيت الشكل الغريب ده، بس صحية صحية، تتحرك اهي، تتحرك اطرافها وهي على وشك انها تبقى فراشة. سبحان الله. شايفين يا جماعة الحركة بتاعت الطرف بتاعها؟ صاحية صاحية جوه الشرنقة بتاعتها، والطور اللي بيتحول لفراشة وصاحية. سبحان الله. عارفين بتفكرني بإيه؟ أقول لكم بصراحة، وأنا لاحظت الدودة دي بتعمل كده افتكرت الإنسان. الإنسان بيموت وبعد كده بيتحول لفراشة. الفراشة دي اللي هي بتقوم بعد الموت، اللي هو الإنسان اللي بيقوم بعد الموت عشان يتحاسب، بيبقى شكله بيختلف بس هو نفسه، هو روح الإنسان. جايز ربنا بيدينا إشارات وإحنا مش عارفين، بس حاجة عجيبة عجيبة. أنا كنت المفروض أصورها وهي دودة، بس ما جاتش. أنا حاططها في علبة وبأكلها بالورق التوت. عندي من زمان دودة القز دي، دودة القز دي بتعمل الحرير جوه الشرنقة. حاجة عجيبة، حاجة عجيبة فعلا. لما بحطها في الشمس بتتحرك بطرفها، شفتوا الحركة بتاعتها؟ عايشة. نشوفها بقى في الفيديو القادم لما تبقى ايه، لما تبقى فراشة هوريها لكم برضه. مقدرش نقول غير سبحان الله سبحان الله.